نفس الوقت. اه مدير اه ما انا انا اسف انا هو حضرتك مدير لا لجنه انا كنت البث. مدير التنفيذي ومدير لجنه البث التنفيذي برضه، يعني كنت بجمع ما بين طب حضرتك كويس، حضرتك ضفت حاجه ممتازه، يعني دي ده الملف النهارده الحقيقه بتاعي المهم جدا. اول سؤال طبعا الموضوع. الاول بص يا سيف، بص يا سيف، الموضوع بسيط جدا. تمام. النظام الافريقي للاتحاد المصري لكره القدم بتنظم كيفيه اتخاذ القرار في التسويق، فالحقوق هي على المشاع لكل الانديه المسابقه مع اتحاد الكوره. وبالتالي مكتوب في اللائحه ان الانديه هي اللي تحدد طريقه التسويق، سواء كانت هتبقى منفرده ولا جماعيه. تمام. الموقف اللي انت بتقول عليه ده حصل لنا في سنه 2011. تمام. ان نادي الزمالك بعت جواب وقال انا منسحب من البث الفضائي، لانه كان زعلان، كان في ماتش حصل فيه كان حكم كان فيه جون، يعني كان الزمالك اتغلب باخطاء فاضحه جدا للحكام او للحكم، وبعدين اعتبر ان طلب ان هو ان احنا نعيد المباراه تقريبا بعد جواب كده، فقلنا له طبعا ده مع الكوره يعني. فكان رد ان هو بعد جواب رسمي للانسحاب من لجنه البث الفضائي. ده كان ايام جلال بيبراهيم. تمام. فانا كلفت بصفتي مدير اللجنه التنفيذي وفي نفس الوقت مدير الاتحاد ان انا ارد عليهم، فرديت عليهم بنص الماده وقلت لهم ان الحقوق على المشاع، ولا يمكن لنادي لوحده يتخذ قرار منفرد كده لوحده، لازم القرار ده يبقى جماعي. فانتم حاليا ان الانديه قرارها ان يبقى التسويق مشترك، واول الموسم الجاي هنعمل الاجتماع في كل الانديه ونسالهم هل انتم عايزين نشتغل جماعي ولا نشتغل كل واحد لوحده. وفعلا حصل ان اول ما جه الموسم اللي بعديه عملنا هذا الاجتماع، وكل الناس اقرت بانها عايزه تسوق جماعي بما فيهم نادي الزمالك نفسه. تمام. اللي هو كان اللي كان هو اثار المشكله. تمام. وبالتالي النادي الاهلي لو خد قرار بالانسحاب من لجنه البث ده قرار بالنسبه للائحه باطل، لان هو ملوش حق لوحده، ده حقوق على المشاعر. ده الحقيقه انا عشان كده كلمت حضرتك الحقيقه، يعني كلام حضرتك ان بند اللائحه ما بيسمحش للنادي الاهلي ان هو يسوق لوحده. لا 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 خالص، بالاتفاق. يعني هم يتفقوا لو الاغلبيه قالت كل واحد يسوق لوحده، او اللي عايز يسوق لوحده يسوق لوحده خلاص. طب الاغلبيه رفضت يا كابتن ايهاب؟ لا خلاص، يبقى هو مخالف للائحه، ممكن في الحاله دي بقى تطلع عليه عقوبه، لان هو بيأثر على غيره. اصل انت زي ما انت قلت، انا سمعت التمهيد اللي انت كنت عامله ده. فعلا هو خروج النادي الاهلي يؤثر على الجميع، يعني لان هو نادي كبير جدا وله ثقل كبير جدا. وهو حتى لما جم يعملوا توزيع الفلوس ادوا النادي الاهلي افضليه اللي هم سموها التاريخ بتاعه، على اساس ان النادي الاهلي لا يعني وجوده في البطوله بيسري البطوله وبيخلي السبونسرز يقدموا عليها، فحاولوا يعملوا تميز، ما عرفوش يعملوا له تميز، فاخترعوا قصه التاريخ ده، ان هو الانديه اللي احسن ما خدت بطوله الدوري. واخد بالك؟ فكلام 100% صح، خروج النادي الاهلي يؤثر على اقتصاديات تسويق البطوله. وفي نفس الوقت لو احنا سيبنا ان كل واحد يسوق لوحده هتبقى مشكله، ودي حصلت في تركيا قبل كده. كان تركيا بس البث فيها مصفر زي عندنا، فكان الاول كل واحد بيبيع لوحده، ففي ست شركات تشفير كل واحد اشتغل واثنين وكده، فبقى اصبح المشاهد لازم يجيب سته ديكودر ويشتري يشترك في ست عشان يشوف الدوري كله. فجت وزاره الرياضه جت وزاره الرياضه منعت الكلام ده، قال لك بيتباعوا مع بعض وشركه واحده تاخدهم، لان الجمهور له حق ان هو يشوف الدوري كله. طبعا. فهو طبعا الموقف اللي حصل ده بس نقطه مهمه بالنسبه لجنه البث التلفزيوني. هي غير لجنه الانديه، لجنه البث التلفزيوني المفروض ان الاهلي والزمالك والاسماعيلي كانوا اعضاء دائمين فيها. تمام. يعني لما انشاناها حطينا اللائحه بتاعتها كده. لجنه الدوري ما فيش فيها كده، يعني لجنه الدوري هم بيختاروا الاعضاء وبعدين بيختاروا كمان الرئيس، وهو الاتحاد فيها ممثل باثنين بس.
تمام. وفي لسه مشكله ثانيه انا عايزك تنتبه ليها بما انك انت عضو بارز في الاتحاد. اتفضل يا فندم. برضه لجنه المسابقات مع تفعيل لجنه الدوري بقى في كونفليكت. طبعا. لان انت لما تقرا لجنه المسابقات يقول لك لازم ساعات تدير المسابقات. وبعدين لجنه الدوري هي تدير المسابقه. طب ومين اللي هيدير بقى؟ فالحاجات دي كلها يعني يجب انتباه ليها لما دام هنفعل لازم تديرها بسيطه كده في اللائحه. طب انا معلش يا كابتن ايهاب، انا ليا استفسار مهم جدا. انا الحقيقه بقالي فتره كبيره جدا في مجال الكوره ومجال الرياضه، في جمله حضرتك قلتها مش لاقي لها اجابه خالص، وهي ان دائما وابدا الحقوق على المشاع. امتى كل واحد يبقى عارف حقوقه؟ طبعا بص، ده كان عمليه ان احنا ننقل الحقوق للانديه. تمت في جمعيه عموميه غير عاديه، وكان قبل كده كان مطلوب ان الحقوق كلها تبقى عند اتحاد الكوره اللي هو بيتولى التسويق. كويس. الانديه اشتكت من كده، فاحنا جينا في الجمعيه العموميه دي وحطينا عباره ان الانديه هي التي تمتلك الحقوق، وصغنا شويه حاجات اللي هي موجوده دلوقتي في اللائحه. لم تكن هذا الامر محدد بشكل كويس قوي في لائحه 2005. في لائحه 2005 لما لو ترجع لها لائحه 9 شهور بس، اللائحه دي كانت محدده لكل نادي نصيبه ايه، يعني علشان ما يحصلش كونفليكت. لان بعد ما اتعملت، بعد ما نقلنا الحقوق على المشاع للانديه والاتحاد، ما بقاش حد عارف الاتحاد نصيبه ايه. فلما جينا نقول الاتحاد 15% عارف لقيناها فين، او انا الحقيقه الحمد لله عملتها، يعني لان لجنه المسابقات اصلا طول عمرها من ايام قبل احنا ما يعني من قبل احنا ما نخش الكوره كان الحقوق بتاعه البث التلفزيوني يندفع عنها الاتحاد 15% والكاس يدفع 40%. فاحنا استرشدنا بده وقلنا خلاص يبقى الاتحاد حق 15%. وحصلت مشكله في لجنه البث ان كانوا عايزين ينزلوا اللائحه، ينزلوا نسبه الاتحاد ل 10%. وانا يوميها كمدير تنفيذي بقى الاتحاد، ما انا كنت قلت لهم مش ممكن، لان احنا الاتحاد عندنا مصاريف وده مورد اساسي لينا، وبعدين انتوا طول عمركم ملزمين بتوريد ال 15%. تمام. فهي عايز دي برضه تتظبط، الاتحاد نصيبه ايه؟ الانديه نصيبها ايه؟ دي كلها حوارات في اللائحه. المفروض ان انت النهارده في اتحاد الكوره انت تاخد مثلا مبادئه يا جماعه تعالى نحل مشاكل. لا انا الحقيقه الملف مع حضرتك طويل، يعني بوجه دعوه لحضرتك ان شاء الله هينسقوا فوق مع حضرتك حلقه الاسبوع ده كابتن ايهاب تكون معانا. بس ليا سؤال شخصي بس لحضرتك ترد عليه. يعني بقالنا يومين في اخبار بتتداول ان في اتصالات مع مسؤولي اتحاد الكوره ان حضرتك تتولى ملف التسويق، هل الكلام ده فعلا مظبوط ولا مفيش اتصالات؟ لا 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 مفيش حد كلامي في اي حاجه، لكن هو كان حصل مكالمه كده ان احنا يعني بيقول ايه، يعني احنا عايزين كلنا ننقذ بلدنا. يعني كل الناس اللي جوه واللي بره لازم تحط ايديها وتساعد. هل حضرتك عندك استعداد ده كابتن ايهاب؟ طبعا لبلدي مستعد اعمل اي حاجه. تمام. بس هو بص، لجنه التسويق النهارده ما تقدرش تعمل حاجه في ظل الظروف الموجوده، هي عايزه تعمل لها لجنه تخطيط. انا كنت لما كنت مدير تنفيذي كنا عملنا لجنه تخطيط وانا كنت رئيسها، بس ما لحقتش تشتغل خالص. لا ما حضرتك ان شاء الله هتكون معايا يوم الاربعاء والخميس ينسقوا مع حضرتك ونناقش كل الكلام ده. وبشكر حضرتك يعني وطولت على حضرتك كابتن ايهاب، وان شاء الله بتمنى لحضرتك التوفيق. شكرا جزيلا كابتن ايهاب صالح المدير التنفيذي لاتحاد الكره السابق. زي ما قلت لكم برضو كان وجود بند زي ده في اللائحه كانت مفاجاه، اصبح كده الكابتن حسن حمدي او النادي الاهلي ما يقدرش ان هو يسوق لوحده. وجهه نظر الكابتن